نقل الفنانة أيتن عامر للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية. تعرضت الفنانة أيتن عامر خلال الساعات الماضية لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى. شاركت أيتن عامر جمهورها بفيديو عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام بصورة لها خلال تواجدها بإحدى المستشفيات دون التحدث عن أي تفاصيل أخرى، وعلقت قائلة: أنا زهقت. تعاني الفنانة أيتن عامر من ارتفاع في درجة الحرارة وتعرضها للإجهاد الشديد نتيجة انشغالها في تصوير عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية. الفنانة المصرية الشابة أيتن عامر بدأت مسيرتها الفنية عندما تقابلت مع الفنان الكبير محمد صبحي وشاركت معه في أول عمل لها بعنوان ملح الأرض، والذي تم عرضه عام 2004. ثم شاركت النجم الراحل نور الشريف في مسلسل حضرة المتهم أبي، والذي تم عرضه عام 2006، وذلك بمشاركة الفنانة الراحلة معالي زايد والفنان القدير توفيق عبد الحميد وغيرهم من النجوم. توالت أعمالها الفنية وقدمت أدوار البطولة في أكثر من عمل فني، ومن أبرز أدوارها هو دور دلال مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل الزوجة الرابعة، والذي تم عرضه عام 2012. جديرا بالذكر أن آخر أعمال الفنانة أيتن عامر هو مشاركتها في فيلم لف وارجع تاني، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي خيالي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة لمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة، والفيلم من بطولة شيري عادل وأيتن عامر وأحمد فتحي وآخرين، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي من تأليف محمود حمدان وإخراج شادي علي.